السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ بعد اذن حضرتك، في زوج متزوج اتنين وهيسافر مع واحدة للحج، بس هيسافروا قبل الحج بفترة فهيقعدوا 40 يوم يعني. فهو بيقول للدكتور له، بس مع العلم وهم في الحج هيبقى هو في سكن رجال وهي في سكن نساء، يعني مش هيبقوا مع بعض في نفس السكن. فهو بيقول لزوجته ان هو يعني عند العودة لازم يقعد مع زوجته اللي هو سايبها هنا دي 40 يوم. لا، ما هو 40 يوم ما 10 الثانية، ما بقى معها. يعني هو غلط كده صح؟ لا يعني يعدل هو الآن. هي الزوجة اللي هتسافر مع الحج بتقول له كده، بتقول له المفروض تعدل ما بيننا، وانت ما قعدتش معايا انا ال 40 يوم هناك، احنا هيبقوا يا دوبك لو هيروحوا يصلوا مع بعض ومناسك الحج، بس كبيات هم كل واحد فيهم في سكن منفصل. العبرة بالبيات، عماد القسمة الليل. يعني لما يرجع يقسم زي ما هو كان مقسم عادي، يوم ويوم. نعم ماشي، جزاكم الله.